من هنا من ارض الحلم، الحلم اللي حلم بيه كل فرد بينتمي لمنظومه النادي الاهلي. انا معي في هذه الاثناء احد افراد منظومه الاعلام بالنادي الاهلي، الاستاذ ايهاب الخطيب المدير الفني لقناه النادي الاهلي، اللي كان شاهد على يعني لحظات كتير جدا في تاريخ النادي الاهلي، واحد من الاجيال اللي يعني اكيد حلم بهذا اليوم. استاذ ايهاب برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. النهارده حلم لكل من ينتمي لمنظومه النادي الاهلي، حلم بيه اجيال كتير في النادي الاهلي، ولكن النهارده الحلم بيتحقق. كنا في ارض الحلم وبقينا في ارض الواقع. فاروق اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي، شاشه نادينا العظيم. النهارده فعلا زي ما انت بتقول واختصرت الكلام، حلم بيتحقق على ارض الواقع. في النادي الاهلي تحلم حلمك مستجاب، جمهور بس. ده بقى حلم ايه؟ حلم لعيبه قدامى وجمهور، وحلم يعني كل جماهيرنا في كل حته بتحلم باليوم ده. واليوم ده مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب من اول يوم ليه على مقعد رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان اول واكبر حلم واكبر تحدي هو استاد النادي الاهلي. النهارده اعتقد ان الحلم بقى حقيقه، خلاص في تايم لاين، في توقيت زمني، في حاجه عظيمه بتتعمل على طبعا ارض زايد مقر النادي الاهلي، حاجه هتبقى تاريخيه، حاجه عظيمه تليق بالنادي الاهلي، تليق بجماهير النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي ولازم تفخر انك اهلاوي. استاذ ايهاب ما ينفعش تكون معانا الا بقى ونتكلم على التفاصيل. الامر مش مقتصر على الاستاد، لان بعض الجماهير فاكره ان الامر استاد، ولكن ده المسمى المدينه الرياضيه اعتقد مجتمعيه للنادي الاهلي، ما بين مستشفى، ما بين فندق، ما بين جامعات، اعتقد تفاصيل كتير جدا حضرتك تحطنا فيها وتحط جمهور النادي الاهلي. مدينة رياضية كبيرة، واجب مجتمعي للنادي الأهلي يتعمل بشكل رائع جدا، في أمور عالمية هتكون في المدينة الرياضية. واجب مجتمعي، وهنا عايز أتكلم على دور النادي الأهلي، دور النادي الأهلي اللي بيسير في خطوط متوازية مع الدولة المصرية منذ فترة لتدشين المدينة الرياضية وافتتاح المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية. النادي الأهلي ودوره الوطني إنه يسير في خطوط متوازية مع الدولة المصرية، أعتقد ده أمر مهم جدا يا أستاذ. تحية كبيرة جدا جدا لقائد مصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مرحلة البناء والتطوير في مصر. نادي الأهلي يسلك نفس نهج الدولة المصرية الحديثة. النهارده الأهلي الحديث يواكب الدولة المصرية الحديثة في بناء استادات ومجتمعات وجدران رياضية عظيمة. الموضوع أكبر من بناء استاد، فهنا بناء الأمور الرياضية، العقول الرياضية الشخصية المصرية لتبنية الدولة المصرية، ويخطط في فكرها وثقافتها النادي الأهلي الكبير. أخيرا أستاذ إيهاب، عائلة النادي الأهلي مش مجرد مسمى أو عنوان، النهاردة النادي الأهلي بنقول مجمع كل أحبابه، لاعبين سابقين، أعضاء مجلس إدارة، معالي الوزير أشرف صبحي، الجميع النهاردة بيتسابق يعني يكون شاهد على هذا اليوم التاريخي للنادي الأهلي. كعادة النادي الأهلي دايما دايما بيجمع الأسرة الكبيرة، والأسرة الكبيرة النهاردة متجمعة في تدشين استاد الأهلي. أشكرك يا أستاذ إيهاب، وأعتقد أكيد اللحظة ديت من اللحظات التاريخية كواحد من أبناء المنظومة الأهلاوية وأبناء المنظومة الإعلامية في النادي الأهلي. لحظة تاريخية، واحلم مع الأهلي حلمك هيتحقق.